برحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. وخلونا بقى دلوقتي نتكلم كوره. النهارده الاهلي هيبدا رحله الدفاع عن اللقب الافريقي بلقاء الهلال السوداني على استاد الجوهره في السودان، وكمان الزمالك عنده مواجهه بكره في انجولا بعد تعادله في اولى جولات البطوله. خلونا بقى نتكلم عن المباراتين دول وفرص الفرق المصريه فيهم والتشكيل المتوقع معانا. فمعانا النهارده منورنا في الاستوديو سعيد علي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا استاذ حسن، منورنا في صباح الخير يا مصر. منور موجود. صباح الخير يا استاذ سعيد. اهلا بيك يا استاذ احمد. بتشوف ازاي بقى الماتش النهارده؟ بشوف النهارده طبعا مباراه صعبه جدا للنادي الاهلي، لان الانطلاقه دايما بتكون صعبه. يزيدها صعوبه ان الاهلي يعني قادم من تحقيق انجاز في الغالب، ودائما ما يحدث بعده بعض او قليل من التراجع. ده عهدناه على الاهلي منذ ايام مانويل جوزيه، حينما يحقق انجاز في كاس العالم بيكون في اجهاد وتعب وتتالي مباريات، والمره دي الموضوع متزايد لان لاعبي الاهلي او الاعمده الرئيسيه في نادي الاهلي كانت قادمه من امم افريقيا، فبالتالي حاله الارهاق اكبر وحاله الارهاق اشد. كل هذه العوامل تجعل المباراه صعبه جدا. ايضا انت تلعب امام ند قوي جدا، ند في كل مبارياته مع الانديه المصريه تكون الامور صعبه بسبب منافسه دايما ما بين الانديه السودانيه ومع الاهلي ومع الزمالك بشكل خاص، فبالتالي المباراه هتكون صعبه. كمان تزداد صعوبه ان الهلال السوداني متغير عن النسخ الماضيه، فريق تطور، عناصر جديده دخلت في المنظومه، شكل خطط جديد، قدم مباراه قويه جدا جدا في انطلاقه البطوله امام سان داونز في جنوب افريقيا، احرج سان داونز بشكل يعني كبير جدا. هو رغم اداؤه الجيد استاذ سعيد يمكن وكان اداء متميز، بتفق مع حضرتك اكيد صحيح. في ده لكن يعني كان في خساره. صحيح. لعب كويس قوي بس في النهايه خسر. ازاي نقدر اللي احنا نستفيد من المباراه اللي لعبها الهلال السوداني قدام سان داونز والتغير في الشكل والمضمون حتى كلعيبه وك يعني تشكيل فريق عشان نحقق نجاح، وتحديدا ان بيتسو ميسوماني بيقول ان الفريق بيستعد وبيركز بشكل كبير جدا عشان خاطر اللي هو يحسم يعني هذه المباراه. طيب خليني اقول مع حضرتك ان الهلال السوداني فاجئ سان داونز بشكل جديد، فاجئه بالمبادره وفاجئه باسلوب متغير تماما عن المتوقع. اي حد يتوقع قبل انطلاق منافسه المجموعه ان سان داونز والاهلي هيعبروا للدور الثاني، ممكن البعض او قليل من الجمهور يقول ان الهلال السوداني هينازع شويه او هينافس شويه صحيح. على البطاقه الثانيه في هذه المجموعه. الهلال باغت سان داونز باسلوب دفاع متقدم. المفاجاه الكبيره ان الهلال هدد مرمى سان داونز ضعف مرات تهديد سان داونز، يعني سان داونز كان عنده ست محاولات، كان عنده هجوم اكبر يعني. ست محاولات على المرمى، الهلال عنده 12 تسديده، فبالتالي كان فعال على المرمى بشكل اكبر. الاستحواذ كان يعني الفريقين تقاسموا الحيازه، فريق خد شوط وفريق خد شوط ثاني. يمكن الهلال السوداني طلعت النسبه 48-52، لكن تشعر طوال الوقت بالنديه، وبعد الهدف بالتحديد الهلال السوداني كان قادر اكتر من مره انه يسجل هدف التعادل. عايز اقول ان الهلال اصبح يمتلك شخصيه عندها المبادره وعندها الثقه في انها تقدر تحقق الانتصار. تعكس ده من تصريحات المدير الفني اللي طول الوقت بيقول ان احنا هنزعج الاهلي، مش بس هنزعج الاهلي على مستوى تحقيق نتيجه، لا احنا هنبهر الاهلي بتقديم اداء هايل. البعض بيفسر ان دي بتبقى تصريحات رنانه، بتبقى محاوله للشو، بتبقى محاوله في بعض الاوقات لضغط الخصم، لكن اللي اتفرج على مباراه سان داونز هيعرف فعليا ان الهلال المره دي متغير. بنشوف ان فرقه انت لازم تحترمها بشده، في نفس الوقت وانت بتحترمها لازم يكون مفيش مبالغه في الاحترام. طيب موسيماني بقى بيعرف يفاجئنا، يعني بيعرف يخطط المباريات الكبيره دي وبيعرف يكسبها. صحيح. هل انت متوقع ان هو ممكن يفاجئنا المباراه دي ويعمل حاجه كده زي الهلال السعودي؟ صحيح، متوقع جدا انه يستنسخ نفس اسلوبه امام الهلال السعودي، لانه كمان انكوى بنار اسلوبه امام بالميراس المباراه اللي قبلها. فبالتالي اعتقد ان موسيماني مش هيكرر نفس الغلطه اللي كان عليها في مباراه قبل النهائي، وهيستنسخ نفس الطريقه اللي لعب بيها امام الهلال السوداني، انه هينزل ايضا عنده الرغبه وعنده المبادره وعنده النيه في انه يضغط من التلت الامامي. نعم. فبالتالي هنا هتكون الفريقين نازلين بنفس الحاله، نفس الفكره، الاثنين عندهم اطماع انهم يضغطوا من قدام ويمتلكوا الحيازه والتحكم في الريتم علشان يقدر يصنع الفرص. الامر متوقف على ايه بقى هنا؟ الامر متوقف على كيفية كسر الضغط المتقدم. يعني وقت ما انت بتمتلك وبتبني الكورة
هتواجه خصم عايز يخطف منك من قدام بيتقدم ويلعب بيلعب 4 2 3 1 بيضغط باربع مهاجمين في الثلث الامامي، فبالتالي قدرتك على انك تطلع بالكوره من تحت بعدها انا بشوف ان الاهلي اذا كسر هذا الضغط الاهلي قادر يسجل مره واثنين وثلاثه، لان الهلال رغم هذه القوه ورغم انه فريق عنده الشخصيه وعنده القدره على الهجوم لكنه عنده مشاكل دفاعيه كتير. صحيح. طيب استاذ سعيد حضرتك يعني في التحليل الخاص بالهلال السوداني امام صن داونز قلت ان هو يعني كان دفاعه ضعف دفاع هجومه محاولاته على المرمى ضعف الهجوم. طيب احنا بنتكلم في موسيماني بيلعب دايما بخطه هي 3 4 3. صحيح. شايف ان 3 4 3 هتنجح مع فريق بيعتمد في المقام الاول على الهجوم والهجمات المرتده؟ بص مبدئيا عايز اقول ان 3 4 3 مع موسيماني في هذا التوقيت هي غير قابله للتغيير او للتبديل خاصه بس يعني انا ليه بتكلم هنا انا عارف اللي هو دايما ثابت عليها بس الفكره ان عندك غيابات كتيره قوي في الفريق حاليا الاهلي استعاد كل قوته، لكن انا خليني اتكلم معاك في نقطه هل هي تناسب هذه المباراه ولا انت كنت من المفترض ان انت تغير بعض الشكل. انا بشوف ان هذه المباراه او المباريات الصعبه كل مباراة بتلعبها خارج ارضك خاصة امام خصوم الاقوياء دي انسب خطة للاهلي. صحيح. يعني يمكن انا شخصيا بختلف مع بيستر بيتسو موسيماني كتير جدا في هذه الطريقة امام الاندية المتكتلة اللي بتتراس في الثلث الاخير بعدد كبير فانت بتحتاج تزود عدد مهاجمينك، لكن قدام خصم اساسا هو بيحاول يضغطك فانت بالتالي مطالب بتحقيق هذا التوازن الطريقة المرنة اللي بتتحول ل 3 4 3 هجوميا وخمسه مدافعين دفاع. في الحاله الدفاعيه بعوده علي معلول ومحمد هاني في الجهه اليمنى، فبالتالي هي طريقه مناسبه جدا وهي فصلت او يعني اتعملت خصيصا لمثل هذه المواجهات، للمواجهات الصعبه، المباريات اللي خارج الديار، للادوار المتقدمه كمان الوداد المغربي وصن داونز زي ما شفنا في السنوات اللي فاتت، الخطه دي مناسبه جدا لمباراه اليوم، لكن الادوار بقى اللاعبين لان النهارده في ممكن بعض هنشوف يعني حاجات جديده، النهارده هنشوف قفشه في مركز جديد لاول مره، هنشوف النهارده قفشه جناح ايمن في تشكيله النادي الاهلي لان خلاص موسيماني استقر على احمد عبد القادر اللي احرجه جدا جدا في كاس العالم للانديه، قدم اداء رائع في مركز الجناح الايسر اللي كان بيشغله قفشه في الخطه اللي استقر عليها الفتره الاخيره، فبالتالي النهارده يمكن كروش هيأنا في فكره ان احنا نشوف اللعيبه في مراكز مختلفه فخلاص ما بقتش مفاجاه بالنسبه لنا يعني. صحيح احنا حاليا فكره اللاعب المرن القادر على القيام باكتر من دور وان هو يلعب في اكتر من مركز دي حاجه خلاص العالم كله انتهجها في الفترات الاخيره، فاعتقد انها حاجه لازم نكون مستوعبينها ولاعبتنا يكون جاهزين لده طول الوقت، لكن مجدي قفشه بالتحديد لان عليه حاله جدل مصارع. طب انت متوقع بقى ان احمد عبد القادر يكمل في مستواه الكويس ده ويكون مفاجاه النهارده؟ طبعا واثق جدا ان احمد عبد القادر، لان احمد عبد القادر عنده الملكه والقدره اللي تاهله لده، وخاصه كمان بعد ما هو عرف وتاكد ان الجهاز الفني لمنتخب مصر معجب جدا بادائه، مستر كارلوس كيروش اشاد بيه جدا وهو اللاعب قريب جدا من انه يكون متواجد الفتره الجايه مع منتخب مصر، في كل دي حوافز ودوافع الثقه الكبيره اللي بياخدها، وخلاص الراجل حصل على كل عوامل الثقه اللي بيحتاجها اي لاعب، ثقته في نفسه وثقه زمايله فيه اصبح اهم لاعب داخل المنظومه حاليا في الفتره الاخيره، اخر 3 مباريات بالتحديد اللعيبه بدون انطباع ده ثقة الجهاز الفني فيه وثقة الإعلام والجماهير حواليه، فبالتالي كل هذه الثقات بتخلي اللاعب يلعب بأريحية كبيرة. بشوف إن أحمد عبد القادر هذه مرحلة أحمد عبد القادر، لاعب عنده قدرات كبيرة، وبالتالي اللاعب دايما اللي عنده الحل الفردي قادر طول الوقت يميزك، فأعتقد إنها دي فترته وإن الفترة الجاية هنشوف تصاعد لمستواه وارتفاع في مستواه. الأهم إن موسيماني خلاص استقر وتيقن إن أحمد عبد القادر يلعب في هذا المركز مش مجدي قفشة، فبالتالي ان شاء الله نشوف استمراريه لتالق احمد عبد القادر، ثم نشوف قفشه هل هينفع في مركز الجناح الاخر الجناح الايمن ولا من المفترض ان انت توظفه في ادوار ثانيه. اعتقد انه هياخد وقت مع موسيماني، لكن موسيماني لن يتخلى ابدا عن مجدي قفشه، متاكد تماما ان قفشه يعني الافضليه كده لقفشه ولا مكسوني ولا احمد عبد القادر ولا حسين الشحات. شوف هو بيلعب بثلاث مهاجمين في الفتره الحاليه، يعني 3 4 3 بيلعب ثلاثه مهاجمين، كان بيلعب بقفشه في الجهه اليسرى. خلاص احمد عبد القادر اثبت انه افضل واحد في الحته دي، لان قفشه بالاساس لما كان بيلعبها مش مركزه، قفشه بالطبيعي بيلعب في نص الملعب، هو لاعب وظفه في اي ادوار من ادوار نص الملعب هو بتاع عمق يحصل على مساحه حريه كامله تاخد منه احسن حاجه، لكن هو ليه مضطر موسيماني او غير موسيماني ليه قفشه بالتحديد لاعب لا غنى عنه، فانا بضطر اوظفه حتى لو في دور غير دوره
عشان استفيد منه، لان خلينا اقول معاك كده بشكل سريع، أفشة عنده مميزات كتير جدا تخلي اي مدرب يتمسك بيه. اولها ان الراجل ده ضابط ايقاع متحكم في الريتم، عارف امتى يهدي امتى يسرع، ومهم جدا يبقى عندك لاعب على الاقل من النوعيه دي في الملعب، فبالتالي انا محتاجه جدا هوظفه في مكان تاني. ثانيا عنده الحل الفردي، بمعنى انه قادر وانت في وضع سيء يعمل لك تمريره حاسمه، يسدد لك تسديده من وضعيه صعبه، يسجل هدف من وضع صعب، يعمل مراوغه في وضعيه صعبه، فبالتالي الحل الفردي دائما المدرب يحب اللاعب اللي عنده الحل الفردي لانه بينقذه، زي ما صنع له مجد القضيه ممكن موسيماني مدرك ومتاكد تماما ان أفشة وهذا الحل الفردي مهم جدا. حاجه ثالثه، أفشة عنده المبادره من لاعبي الوسط القلائل اللي ادوارهم مش نمطيه او وظيفيه، بمعنى انه ممكن بياخد الكره وبيتقدم بيها وبيروح بيها. يمكن منتخب مصر قدم اداء عظيم جدا تكتيكيا خططيا، كل واحد بيقوم بدوره وظيفته على اكمل وجه، موظفين مثاليين. لكن فكره المبادره عند لاعبي الوسط بالتحديد، قدرتهم على انطلاق تقديم الدعم كانت غايبه. هنا العوامل دي بتخلي لاعب زي مجدي أفشة عند موسيماني او غيره من المدربين اللي بيدربوه مهم. فحتى لو انا غيرت الطريقه مضطر او هدور له على دور، لان لازم الحاجات دي استفيد منها. ما ينفعش يبقى عندي هذه القيمه وهذه الملكه وفي النهايه ما استفدتش من كل هذه الادوار. انا بقول ده دلوقتي وانا مدرك تماما ان أفشة في هجوم غير عادي عليه، حتى من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيعترض جدا عليه في الفتره الاخيره وشايفين اداؤه متراجع، لكن ده مترتب على ان الطريقه بتتغير، انه بيلعب ادوار جديده غير ادواره. لكن زي ما بقول لحضرتك، هذه الملكات مستحيل انك تجعل لاعب بهذه القيمه تتخلى عنها خارج هذه المنظومه. طب عوده بقى حسام حسن للقايمه تاني، ممكن يكون ليه دور حتى لو بديل؟ ربما حسب مجريات المباراه، اذا اضطريت في النهايه لو لا قدر الله حسام حسن دوره مرتبط باذا الاهلي متاخر في النتيجه، فبالتالي هتكثف كرات عرضيه، لان حسام بالاساس هو لاعب صندوق بيبقى جوه الصندوق طول الوقت. فانت لو اضطريت ان انت تزود عدد مهاجمينك، اثنين مهاجمين حسام حسن ومحمد شريف في تلعب كرات عرضيه، هنا ممكن يبقى ليه دور مهم، ممكن يبقى ليه دور حاسم. عدا ده اعتقد ان من الصعب ان حسام حسن يحصل على فرصه النهارده، لان محمد شريف متعطش، قادر يلعب 90 دقيقه، قادر يقدم لحد نهايه المباراه. وكذلك موسيماني حريص ايضا على اعاده ثقه للاعب مهم، لمهاجم ليه دور مهم جدا، كان ليه جلسات خاصه ليه معاه بعد ما عاد من امم افريقيا، قال له انا محتاجك جدا يا شريف ولازم تركز. فبالتالي حاله الدعم دي اعتقد انها ستستمر، ونشوف النهارده شريف مستمر طوال المباراه. طيب يعني سعيد، ما ينفعش ان احنا تكون موجود معانا وبنتكلم على الاهلي ونغفل ايضا الحديث عن الزمالك باعتبارهم يعني قطبي الكره المصريه. صحيح. تحديدا الزمالك عنده بكره ايضا مباراه هامه جدا في غايه الاهميه في انجولا، شايف ايه المتوقع لهذه المباراه؟ انا بشوف ان مباراه نادي الزمالك هتكون نقطه محوريه او نقطه تحول في مساره في البطوله، اما ان يريح نفسه مبكرا واما ان يضع جمهوره دايما في الحسبه اللي طول الوقت نادي الزمالك بيضع جماهيره فيها، وان انت تفضل لاخر لحظه بتدور على فرصك وحسابات كتير معقده. لكن من خلال مشاهدتي للجوله الاولى في المجموعه بشوف ان الزمالك لو تعادل فيها سواء تعادل فيها او اللي خصمه خسر من الوداد المغربي، خصمه خسر بطل انجولا، خسر من الوداد المغربي 3-0 في الانطلاقه، فبالتالي بشوفه خصم متواضع. يعني هو نفس اتلتيكو مترو اتلتيكو، مش هيفرق كتير في الاداء عن مترو اتلتيكو. لكن الزمالك واجهه كتير من حاله يعني غياب التوفيق طوال المباراه، كان غير موفق بالمره، عدد كتير من الكرات في العارضه، فرص كتير جدا مهدره. اعتقد الزمالك ليس بحاجه سوى لشيء واحد فقط، التركيز ثم التركيز ثم التركيز. الزمالك حاليا رغم انه في اخر مباراتين تعثر وخسر في الدوري، لكن انا بشوف الزمالك واحد من اهم المرشحين لدوري ابطال افريقيا السنه دي. لان الزمالك بيمتلك او الحلول الفرديه عنده بتتطور وبتزيد في الفتره الاخيره، كان بيعول الموسم الماضي او في المواسم الاخيره الفتره الاخيره كارتنون على اشرف بن شرقي بس كحل فردي، المنظومه بتدافع كويس واشرف بن شرقي بيفنش، لكن حاليا نادي الزمالك تطور جدا. مثلا احمد سيد زيزو اصبح واحد من اهم الحلول الفرديه في افريقيا عموما. صحيح. مش بس في نادي الزمالك، حاليا اصبح احمد فتوح عنصر جديد هيضيف كتير جدا لهجوم الزمالك وبيجي من منطقه مش متشافه، فبالتالي حل اخر. فانا بشوف نادي الزمالك الحلول الفرديه بتتزايد عنده الفتره دي، هو محتاج تركيز وتوفيق وانتصارين ثلاثه ورا بعض، انا بشوف الزمالك هيكون اقوى مرشح للاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي.
شاء الله. يعني احنا بنتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله، بيمثلوا طبعا فرحه كبيره لينا كلنا طبعا. ان شاء الله يكسبوا هما الاثنين. كل الشكر ليك الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي على وجودك معانا، وعلى طبعا شرحك المفصل ان شاء الله اللي هيحصل النهارده في المباراه ان شاء الله. يعني تحليل انسيابي، بنشكرك يا استاذ سعيد علي، وشرفتنا في صباح الخير يا مصر.